سلام البنات، مرحبا بكم مره اخرى في بيوتي اند ميك اب. اليوم غادي نشوفوا مكياج خاص بالعيون بالنسبه للفتيات اللي كيرتديو النظارات الطبيه بحالي. سلام البنات مره اخرى. سلام سعيده لاباس سهيله، مرحبا بك. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نديروا المكياج بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا النظارات الطبيه. اول حاجه غادي نبداو بالفاغا بوبيير. اسمحي لي نحيد الكارطه. لي كولور ديال لي فاغا بوبيير اللي غادي نخدموا بهم خص يكونوا دي كولور كلير، الوان مفتوحه. غنخدمو هاد الباليت، غادي نديرو لا كولور غوز كلير، نابليكيوها على لا بوبيير كاملة. غادي نخدمو دي كولور كلير باش ملي كنديرو كنلبسو النظارات كتبقى العين ديالنا محلولة وباينة. من بعد كنديرو لا كولور غوز نيت تكون ان بو فونسي، غادي نديروها غير في القناص ديال العين. اخر حاجه كنديروا، الحاجه اللي مهمه هي كناخذوا قلم ابيض غادي نكحلوا به الوسط ديال العين. شوفوا الفوق، الكولور البيضاء ملي كتكون لداخل كتحل العين، على عكس ملي كنديرو لا كولور كحلة. اخر حاجه باش نعطيو اضاءه للعين كنجيو للقنش ديال العين كنديرو فيها فاغا بوبيير تكون اللون ديالها بيضا. كنجيو باش كندور العين كناخدو فاغا بوبيير بيضا كنحطوها في القنت ديالي. سالينا المكياج ديال العين بالنسبه للسيدات اللي كيرتديو النظارات الطبيه.